من وحي إطلالات المشاهير، النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم متعلق بجمال الشكل، وهو المايكروبليدنج اللي بتلجأ ليه كل البنات اللي عايزين يخلوا حواجبهم متحددة مظبوطة وكمان طبيعية. بس فين أعمله؟ وهل مناسب لكل البنات؟ طب اللي كانت عاملة تاتو قبل كده ممكن تعمله ولا لا؟ هنعرف كل ده وأكتر مع أخصائية التجميل روان نامور. أهلا بيكي نور. أهلا يا بسمة، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام، منورة إكسبلور. الله يسلمك يا رب حبيبتي. روان، كنت عايزة أعرف منك ليه إمتى ألجأ للمايكرو بليدنج؟ هلا في كتير حالات بتجينا، ممكن نلجأ للمايكرو بليدنج بأكثر من حالة، للي حواجبهم يعني فيهم شعر بس خفيف، وفي أشخاص ممكن نعملهم اللي عندهم أمراض مثل الكانسر أو أمراض الثعلبة، فهدول كتير بيناسب هذا الشيء معهم للمايكرو بليدنج. يعني هو شيء علاجي وطبيعي أكتر من أي شيء تاني. طيب إيه اللي اختلف على تقنية المايكرو بليدنج دلوقتي؟ هلأ في أكتر من طريقة ممكن الواحد يعملها بالمايكرو بليدنج، صار في طرق كتير، بس طبعاً هي الطريقة الطبيعية اللي بتكون بالشفرات، بيكون طريقتها جدا طبيعية وشيء على السطح للبشرة، فنحن أبدا ما بفوت بطبقات الأدمة اللي داخل البشرة نفس التاتو، فهو بيكون شيء سطحي بنفس الوقت ما فيه أي شيء بخص إنه دم أو شغلات بتنزل من الجلد، بيكون على الطبقة يعني الأولى من الجلد. ما ده اللي أنا كنت عايزة أسأله لك، إيه الفرق بينه وبين التاتو؟ بالنسبة للتاتو هو تقنية شوي قديمة وبتنشغل عن طريق جهاز التاتو اللي هو متعارف عليه، بيكون بيدخل على طبقات الجلد اللي كتير بتكون دقيقة داخل الجلد، بنزل دم والألوان بتقلب مع الوقت مع مرور الأيام، فالألوان بتقلب بني وبتقلب أحمر وبتقلب تمام ألوان. وبتقلب رمادي، بتقلب أحمر، بتقلب موف، بتقلب ألوان كتير، فهذا اسمه التاتو القديم. بالنسبة للمايكرو بليدنج فهو تقنية شوي جديدة، بتكون عبارة عن شفرة بنشتغل فيها على طبقة الجلد الأولى، ما بتنزل دم أبداً وما فيها ألم، لأنه نحن بنستخدم فيها نوع مخدر كريمي وبنفس الوقت ليكويد نحن وقاعدين عم نشتغل داخل الجلسة، وهي تقنية مؤقتة يعني مش دايما زي التاتو. تمام، هي بتدوم تقريبا من 6 شهور لسنة. بنعمل أول جلسة، بعد أول جلسة مدة 15 يوم في شيء اسمه ريتاتش عشان نثبت فيه اللون، وبنفس الوقت يعني نشوف مثلا شو الأماكن الفاضية بالحاجب، شو الحبر، شو اللي أخده مثلا الجلد. بعدين بعد هاي الجلسة الثانية بتدوم من 6 شهور تقريبا لسنة. طيب أنا عايزة أعرف منك، أغلبية البنات طبعا أول ما التاتو طلع كله عمل تاتو، تمام، رجعوا بعد كده ندموا إن هم عملوا التاتو، فهل ده بيتم إصلاحه ويعرفوا يصلحوه بالمايكرو بليدنج ولا خلاص كده؟ هلا شوفي، اذا كان مثلا عندنا لون كتير غامق، يعني انا مثلا صار في عندي بعد التاتو فتره كتير طويله لون كتير غامق على الجلد وانا ما فيني اني صلح فيه اي شيء، فدائما بنلجا لشيء اسمه الازاله. الازاله بتكون اللي هي بالليزر، صح كده؟ تماما 100%، يعني انا بنصح دائما بالازاله تكون على طول بالليزر وبعياده متخصصه. بنعمل اكثر من جلسه لحد ما اللون شوي يفتح عنا، من بعدها بيكون في عندك اللي بيكون مثلا لونه شوي فاتح ما بنضطر انه نحن نعمل له ازاله، فبنشتغل مايكرو بليدنج فورا يعني على الحاله نفسها. ممكن بدل الجلستين نحتاج 3 جلسات والنتيجه بتكون حلوه يعني أكيد تبسطها طبعا. ولا في الاخر ما لا طبعا اكيد حتكون تبسطها بس بدرجه معينه من اللون، يعني نحن ما بصير يكون في عنا لون كتير غامق ونحن نشتغل عليه مايكرو بليدنج، لازم نعمل له جلسه ازاله مثلا الأول. مره مرتين بعدين نشتغل عليه. وفي عندك حالات بتكون الحاله اللي فيها ما يعني مش غامق كتير فينا نعمل عليها مايكرو بليدنج طبيعي عادي. طبعا وانا دائما بحاول اني الجا للحالات اللي بلا ازاله، لانه انك تفوتي بريسك الازاله فهو كثير بياخذ فتره طويله وبنفس الوقت بوجع الزبونه ويعني بكون في له صراحه مضاعفات. طيب روان، كنت عايزه اعرف ايه موضه الحاجب الشكل دلوقتي، المدور الطويل القصير ايه؟ شوفي هلا احنا هذا اكثر شيء بنعاني منه بصراحه، بتجيكي زبونه جايبه معاها صوره، انا بدي نفس هي الصوره. ما هي دي بقى الفكرة، تمام. أي موضة تقدر تليق على وشي، تمام. عادي، أو أنا مثلاً بدي نفس هاي الفنانة عاملة هذا كتير طلع حلو، فأنت كأخصائية مايكرو بليدنج لازم تكوني مع الزبونة أنه صح معك حق هذا كتير شيء حلو. بس المايكرو بليدنج بصراحة هو له يعني حالات، يعني مثلاً كل شكل وش بيكون له
طريقه رسمة. بالحاجب ورسمه اكيد. فبكون في مقاسات مختلفه من فيس لفيس، ناس مثلا حلو عليها الشيب العالي، ناس حلو عليها المدور، ناس حلو عليها، فنحن دائما بناخذ الصوره بنحاول نعمل اقرب شيء لوشك بنفس الوقت اقرب شيء للصوره اللي هي جايباها عشان ما تحس حالها كثير مختلفه. طب انا اعرف ازاي ان الرسمه دي لايقه على وشي؟ لما بتيجي لعنا العميله بتكون جايبت لك صوره فنانه او صوره حد انا بدي وعايز تعمل زيها. تمام انا عايز اطلع كده، انا بدي اعمل هيك. روان انا كثير حابه هذا الشكل فانا لازم اني اعمل هيك. اوكي، انه نحن بنحاول نجيب العميله اول شيء، بنرسم الرسمه المناسبه لوشها، بعد ما ناخذ القياسات بالنسبه للانف، شكل العين، شكل الفيس، كلياته بيلعب دور. وبنحاول نجيب الصوره اللي هي جايبتها لنعمل لها شغله مطابقه تقريبا لها تماما، فهي دائما لازم تطلع انه هي راضيه عن شكل، لانه بالنهايه هذا شكل حاجب فهو اخذ معك فترات صور يعني مده اطول، فبنحاول انه نعملها تقريبا نفس الشكل تماما. جات لك مره زبونه اصرت على شكل حاجب معين وندمت انها عملته؟ طبعا اكيد. هلا احكي لي كده. شوفي كثير بيمرق معك مواقف بتحاولي انك انت تكوني راضيه فيها العميله بنفس الوقت راضيه انه انت عن شغلك. طبعا. فانا بحاول انه مبدئيا نرسم الرسمه المناسبه للوش، بحاول ارسم لها الرسمه اللي انا بحس انه مقاساتها ظابطه عليها، وبنفس الوقت رسمة تانية لحاجب تاني اللي هي أخذته أو اللي هي جايبته بالقلم شيب. فبتحاول دائما هي لما بتشوفي أنت الرسمة على شكل وشك فأنت لا بتاخدي مقاساتك اللي أنا عاملتها دائما وبتنسي الصورة، لأنه على مقاسات وشك وهيك بتحسي أنه هي الأنسب إلك، فأنا بخيرك دائما بين حاجب أنا أخذته على مقاساتي اللي أنا شايفتها مناسبة إلك وبين حاجب تاني اللي أنت مختارتي. فدائما وأغلبية بالمية 90% من العملاء اللي بشوفهم لا بياخذوا الطريقة اللي أنا أخذتها، الرسمه اللي انا اكيد يعني اكيد انت عارفه مقاسات ايه وعارفه ايه المناسب، بس برضاتك يعني انت تكوني راضيه عن الشيء اللي انا عملته. انت كمان بتعتمدي تقنيه انه تجميل، يعني اللي هو انت بتحبي حاجه ناتشرال اكتر. تماما، هي الشيء كمان بنعاني منه كثير، انه انا بحاول دائما اعمل شيء طبيعي للفيس، يعني انا بدي اللي بيشوف العميله يشوف حواجب طبيعيه. صح تماما. الاشكال يعني الشغلات اللي عم نشوفها حاليا اللي دارجه عنا صراحه كثير اوفر، اللون الاسود الغامق اللي مثلا شكل الشعر مش مناسب ابدا مع الفيس اللي بيكون عنا، فنحن دائما بنحاول نعطي النتيجه الطبيعيه اكثر. والالوان يعني بنعتمد على الالوان، طبعا عنا الالوان كثيره كلياته بيعتمد على لون الشعر ولون الحاجب اللي عندك. طيب تفتكري يعني انا ايه اللي يخليني اعمل شكل حاجب مش لايق على وشي؟ يعني بيبقى ايه سببي؟ ترند. يعني ترند، مجرد ان انا انفذ الترند. مجرد فنانين. طيب مجرد ان انا شفت واحده مشهوره. بما اننا جبنا سيره المشاهير، مين من المشاهير بتشوفي ان حواجبهم مش محتاجه مايكرو بليدنج، هي طبيعتها حلوه؟ هلا في عندك يعني فينا نقول 80% من المشاهير هن عاملين مايكرو بليدنج، بس طبعا هذا الشيء مش باين عليهم لانه مثل ما قلت لك الاجراء جدا طبيعي. بس انا بالنسبه لي يعني في عندك الفنانه نور الغندور وفي عندك ياسمين صبري، بصراحه هدول اكثر. انا بحس ياسمين صبري على طول مش عامله، بس هي لانها من كتر ما هي طبيعيه متهيئة. تمام. فهذا الشيء يعني انا بدي نتيجه العميله دائما تكون بنفس الطبيعيه الشيء اللي انت شايفتيه. صح. فانا بدي لما حد يشوفها ما يبين عليها انه هي عامله شيء، يعني الشيء اللي جدا طبيعي، بشرتك الصافيه، حواجب الطبيعيين، يعني نتصور دائما فيها اللي هي بدون فلاتر، انا دائما بلجا لهذا التجميل بصراحه. والله كلنا بنحاول نلجا للموضوع ده. تماما، هو هذا احلى شيء. طيب بالنسبه للمايكرو بليدنج ايه تاني ممكن اقدر استخدمه غير الحواجب؟ استخدمه في ايد كمان؟ هلا عندك المايكرو بليدنج اللي درج مؤخرا اللي هو تعبئه فراغات الشعر. بكون في عندي مثلا مساحه كثير بسيطه بالشعر عند النساء اكثر من الرجال بحكم يعني الاجواء اللي يعني بينطروا اليها. صح. بنفس الوقت الشيله مثلا لما بتحط الشيله لفتره طويله فدائما في عندها فراغات بتنحل من قدام. تمام. عندك فراغات دائما هون، فنحن بالمايكرو بليدنج فينا انه نعبي هاي الفراغات بنفس التقنيه يعني وكمان نفس المده اللي بيكون فيها، فهي بتعبي الفراغات بنفس الوقت ما بيعود يبين ابدا. ايه الخطوات اللي انا لازم اتبعها قبل جلسه المايكرو بليدنج؟ هلا ما في عندي اي خطوات لازم اتبعها قبل الجلسه، في عندي خطوات لازم اتبعها بعد الجلسه اللي هي مثلا نحن اليوم عملنا المايكرو بليدنج، تعرض للشمس
لمدة أسبوع. المي المالحة، البحر أو المسبح، الكلور، هدول كمان كتير مضر مثلاً بال... وما تتبعي الإرشادات اللازمة اللي هي مثلاً ما بصير تعرضيهم للمي أول أسبوع. وبنفس الوقت في كريمات نحن بنعطيها للعميلة لازم تمشي عليها لحد ما اللون يصير هادي يؤشر. وعلى فكرة أول ما بنعمل نحن المايكرو بليدينج أنت بتطلعي عادي للحياة بشكل طبيعي كأنك مو عاملة أي شيء. صح. طيب أي تقنية جديدة بتطلع بيبقى ليها أثار جانبية. تمام. إيه الأثار الجانبية بقى المايكرو بليدينج؟ ما في إلها أثار جانبية. لا استحالة. يعني أنا دلوقتي طب سؤال تاني بطريقة تانية، لو أنا ما اتبعتش التعليمات اللي أنت قلتي عليها إيه ممكن يحصل؟ حلو. هلأ بالنسبة للتعليمات إذا ما اتبعتيها هو ما بصير شيء كتير يعني سيء. بس مثلا بدل ما يدوم المايكرو بليدينج 6 شهور أو سنة بيدوم 3 شهور. يعني أنا ما بثبت لون، بس عدم ثبات المايكرو بليدينج لكن ما يعملش انفكشن. لا هلأ عدم ثبات المايكرو بليدينج بنفس الوقت ممكن يقلب الألوان. أوكي. يقلب اللون زي التاتو. مش زي التاتو، هو بيقلب اللون لأنه بيتعرض للحرارة، لازم أسبوع نداري بدون حرارة. انت برضه مش عايزه تقول لنا اي عيوب للمايكروبليدينج؟ ما في عندي عيوب بصراحه. في عندي عيوب لما مثلا يعني ممكن انه نحن نستخدم المايكروبليدينج بطريقه ثانيه. سبق وقلت لك المايكروبليدينج الصح بيكون بشفرات ناعمه جدا بدون جهاز التاتو. في اشخاص تعمل المايكروبليدينج بجهاز التاتو ففي له افكت كتير صعبة إنه اللون بيثبت بطريقة بشعة، بيدوم عندي مثلاً وبيقلب ألوانه دائماً مثلاً لشغلات تانية. فهو المايكرو بليدينج الأساسي بيكون بشفرات وسطحي جداً وبدون ولا نقطة دم خالص. إمتى أقرر أعمل مايكرو بليدينج؟ أي فئة من العمر تبدأ تعمل مايكرو بليدينج؟ شوفي هلأ من بعد سن 18 سنة فيكي إنك أنت تعملي المايكرو بليدينج، لأعمار 50-60 ما في أي مشكلة عليها ما في ضرر. بس نحن بنقول إنه أعمار يعني اللي فوق 18 بس عشان البنية، عشان البشرة، لأنه بيكون بشرة. أقول لك 18 دول لسه صغيرين. بشرتهم حساسة. بس برجع بقول لك بيكون في عندهم أمراض أو مثلاً بيجيني حالات كتير شعرتها كتير فاتحة فهي طالعة بلا حواجب فبتأثر على مستقبلها نفسياً كمان متهيألي. تماماً. هي نفسياً دائماً بيلعب دور. فنحن يعني ما في مشكلة إذا نحن عملنا الإجراء بطريقة كتير بسيطة بطريقة ما تبين لهدول الأعمار. طبعاً الاختصاص بيلعب دور. يعني انك تكوني انت مختصه ومر عليك تجارب كثير وتحكي مع العميله معاها انه انت كانه مثلا اختك او تتعاملي معها طول الجلسه انه انت قاعده عم تحكي معاها تحكي لك تخلصي الجلسه هيك بطريقه انه هي مبسوطه بالنهايه تاخديها مثلا قريبه منك فهذا الشيء كله بيلعب دور. انا عايزه دلوقتي انصح اي واحده رايحه تعمل مايكرو بليدينج شوفي بس تبلش تشتغل لك بالقياسات وتاخذ لك الرسمه المناسبه وتفتح لك مثلا المواد اللي عم تشتغل لك فيها قدامك. هذا الشيء مهم جدا انه تفتح المواد اللي بتشتغل فيها قدامك وين ما رحتي باي مركز باي مكان. هذا الشيء من حق العميل. بس ترسم لك الرسمه تاخذ لك القياسات تكون هيك طريقتها محترفه شوي ببين معك. روان يعني شكرا ليكي جدا ونورتي اكسبلور. حبيبتي يا بسمة انا كثير انبسطت بالحوار معك بصراحه وشكرا كثير لبرنامج اكسبلور.